بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله شواطنا متواصلة وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة، شوط من اشواط الضيوف الاخوان السودانيين الحاضرين بقعادينهم على ارضية ميدان الساد. نسير مع اللي قاد المسيرة وخذ المركز الاول المتحد الحاج يوسف، يتصدر قيادة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لصديق ولد حديرة اللي ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث حشيم لعبيد البلوشي، وفي المركز الرابع يلي قادم مشاهدينا الكرام مشاكل العبدو ابراهيم، من يقدم مشاكل وابي جوار مشاكل معود العبدوه ابراهيم. هكذا النداء، هكذا المسار. نعود الى مقدمات الشوط مع اللي في المقدمة ما شاء الله عليه مسيطر المتحد الحاج يوسف مع المتحد على الصدارة. المتحد الى مقدمة هذا الشوط منذ بدايته وحتى هذه اللحظات يقود المسيرة. يا سلام اللي قايد المسيرة. المركز الثاني يا سلام. وصل البلوشي شاهين البلوشي، من يقدم حشيم المركز الثاني وعينه إلى المقدمة. لكن خلاص الشوط تقريبا مع اللي في مقدمة الشوط. المتحد قام راس وانهى الشوط راس. الحاج يوسف قاد المسيرة وانهاها لصالحه. مشكور يا الحاج، مشكور على هذا الاداء اللي قدمه المتحد. تهانينا الحاج يوسف على فوز المتحد بالمركز الاول بهذا الشوط، يصل الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا للحاج يوسف على فوز المتحد بالمركز الاول. المركز الثاني يتقدم لشاهين البلوشي، والثالث العبدو ابراهيم. التوقيت دقيقتين 21 ثانيه. المتحد هو صاحب المركز الاول.